برشا برشا في فترة من الفترات دليل قالوا اللي عودتك للتراجي كانت بسبب مدرب خالد بن يحيى اللي هو يجي نسيبك. والله صحيح برشا كلام تحكي في تحكي بال اي صحيح تحكي في الحاجة هذه. الكونتر سي خالد ما عنده حتى علاقة برجوع للتراجي الرياضي التونسي. وقتها سي رياض بنور هو أول من اتصل بيا قال لي إيش قولك في البروجي نتاع الإسبيرونس. جيتي بور معناها حبيت نرجع حبيت نكور سورتو معناها الجاية الأولى نتاعي نتاع الإسبيرونس ما كانتش الفترة هذيك كانت خايبة برشا للتراجي الرياضي التونسي معناها. حبيت نرجع في مئوية الترجي وحبيت بالحق حبيت نهز تيتروات مع الترجي الرياضي التونسي والحمد لله ربي وفقني. بون نرجع لك على حكاية سي خالد بن يحيى. ما كانتش فما معاملة خاصة ولا؟ لا سي خالد بن يحيى جوست تحية ليه على الحاجة هذه خاطر معناها واحد آخر هما باش تبروبوزي عليه جوار هو كان معناها كوريكت على الآخر وخذا معناها مسؤوليه كبيره على عاتقه خاطر سي با فاسيل انك باش تقول جو سوي بور اني نصح المحمد علي وقت اللي هو عنده قرابه بيك. هذا مسؤوليه كبيره على عاتقه الحمد لله ان شاء الله نكون انا على قد الثقه اللي عطاها لي وان شاء الله كنت في المستوى.